اهلا وسهلا بقناه زاغروس برنامج سبورت داي الرياضي وياكم البطل العالمي شاب احمد. واليوم راح نشرح على الكابتن محمد. محمد كان وزنه 120 كيلو، نزل تقريبا 10 كيلوات تمارين منزليا. فاليوم راح نسوي احنا نشرح لكم التمارين كان ياخذها محمد بالبيت، تمارين بسيطه كلش، اللي هو مثلا مصطبه اسفل او لو حتى ماكو مصطبه اسفل راح ناخذ شيء بديل ارضي راح نشرح لكم اياه بحلقتنا اليوم. اليوم ايش راح نكون عندنا؟ لازم يكون عندنا تكرار عالي، اللي هو ناخذ مثلا تكرار لو حد مثلا ناخذ نص دفعه ما بي كل اشكال. ليش؟ لانه عمود احنا نكمل نهايه الشهر او نهايه الاسبوع تكرار عالي، انه تمارين المعده شويه تحب تمرين قوي. كابتن محمد بدي وياه. ايدك هنا تمام اصعد واحد، هذا نقدر ناخذه مثلا 8 سياتات على 25، 8 سياتات على 20، 8 سياتات على 15، 10 سياتات ما بي كل اشكال، بس شلون راح يكون؟ راح ناخذ تمارين المعده بين يوم ويوم، حالها حال اي عضله بالجسم. جيد. جيد. مثلا لو حتى واحد يتعب يقدر ناخذه نص عد، محمد ياخذ نص. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، خذ نفس، عشرة، انزل. يعني مو شرط إلا تقدر تصعد بيه كامل كبداية إلك، احنا نريد بنهاية الشهر الإنتاج اللي عندك راح يصير شنو؟ أنت ايش سويت التغير لنفسك إلك يعني؟ فهذا كان أول سيت عندنا احنا، راح ناخذ السيت الثاني نوضح بيه، وراح ناخذ التمارين الثانية البسيطة كلش تكون تمارين منزلية او تقدر تمرنها بالجيم همينه ما عندك كل اي اشكال، بس احنا راح نبدي اليوم بحركات بسيطه كلش. خذ السيت الثاني. كامل اول شيء، واحد، اثنين، ثلاثه، اوف، اربعه، خمسه، سته، نص. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خلاص نزل لي. من لح على الواحد على قابليتك، يعني مثلا مو إلا فوقها كبس 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 كبس، لا احنا نريد بنهاية الشهر ايش راح تنتج انت لنفسك؟ شقد راح تنزل وزن؟ بالمناسبة ما يصير ينزل وزن كيلو واحد لو تاخذ 1000 هسة معدة، أبد، إلا تاخذ وياه لازم كورس غذائي، اللي هو مثلا لازم تتجنب الدهون. تتجنب الخبز، التمن لازم يكون مبزول، صدر الدجاج، يعني اي شيء بيه دهون تتجنبه، العصاير مع عصاير السكريات تتركها نهائيا ما يصير تستخدمه. هسه ناخذ تمرين ثاني، تمرين بسيط كلش ومتوفر بالبيت ومتوفر بالاسواق موجود من عنده. يعني شيء بسيط كلش، راح ناخذ لف جالس. تعال محمد. تمرين بسيط متوفر يعني ما موجود من عنده. أخذ. راح نشتغل على الإصفاح الجوانب. هذا ناخذه مثلا خلينا نقول 6 سياتات على 100 100 ما بي كل اشكال، ما بي اي اعراض جانبيه. بس شلون تاخذ؟ لازم الظهر يكون مستقيم والراس يكون مستقيم. يعني هيك بحاله عدل عمود يصير عندك تشنج واصابه اسفل الرقبه. جيد. تمارين بسيطة ومتوفرة يعني مو شيء مثلا تشتري الا جهاز ومبالغ، لا بالعكس. أكثر الناس تلتجي مثلا يقول لك ها مثلا أنا آخذ فلان منحف فلان شيء، لا ليش؟ التزم بلك البس وتتمرن تمارين بسيطة بالبيت أو بالقاعة ماكو أي إشكال عندك وتنزل وزن. تمام. هسه قلنا اذا كان هذا الجهاز موجود او لا، هسه راح نسوي احنا؟ راح ناخذ لغينا العصا وراح نلغي الجهاز، راح ناخذ تمرين بسيط كلش اذا ماكو هاي المصطبه، ما بي اي اشكال وما يضرنا ابد وبالعكس تمرين بسيط كلش.
محمد تمارين معدة على الصدر. أصعد. نسند الرجل من ناهيك. اثنين. ثلاثة. أربعة. يعني محمد بأول شهر من نزل 10 كيلوات ما نزل بس تمارين، لا نزل التزام بالغذاء. جيد. هسه ظل بالقاع وخذ نفس. أصعد. واحد. اثنين. ثلاثة. أربعة. واحدة بس. تمارين بسيطة كلش، تمارين منزلية، تقدر تتمرنوها بالبيت، يعني ماكو شيء يعذبك ولا تشتري أجهزة ولا تشتري شيء. تحياتي وياكم، تحيات الكابتن محمد اليوم وياكم، أهلا وسهلا.